السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة معكم محمد نور الدين موعد مباراة أتلتيك بلباو أمام أتلتيكو مدريد أو موعد مباراة أتلتيكو مدريد القادمة أمام أتلتيك بلباو مباراة في الجولة 32 من الدوري الإسباني المباراة بإذن الله تعالى يكون معادها اليوم الأحد 25/4/2021 المباراة معادها بتوقيت مصر الساعة 9 مساء توقيت الفيديو 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان المباراة معادها الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان المباراة معادها الساعة 10 مساء 11 مساء المباراة معادها 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان المباراة معادها الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة 7 مساء بتوقيت جرينيتش وموريتانيا ملعب المباراة سان مامز الخاص بنادي أتلتيك بلباو في الجولة 32 من الدوري الاسباني متابعين الكرام القناة الناقلة للمباراة المباراه قناه بين سبورتس اتش دي 1 المباراه يوسف سيف ولكن القنوات الاجنبيه الاخرى الناقله للمباراه اهمهم بين سبورتس الفرنسيه اتش دي 1 سبورت كلاب 1 وانتجرو وموفي ستار لا ليجا 1 وموفي ستار لا اتش دي بين سبورتس كونكت سي مور سبورت 2 اتش دي فن سوبر سبورت لا اتش دي كان معكم محمد نور الدين من قناه الاخر الخلاصه اشترك في القناه فعل زر الجرس لايك الفيديو نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته